توم هنا كان نهضر مع خصوصا الادارات مختلف الادارات كيكون عندهم نقاط داخليه ديرو انتر تيكون نقاط داخليه تيصايبوا حول القطاع لان حتى هما عندهم تحليلات ديالهم خاصه بهم اللي كتبقى داخليه. كنتمنى انهم يتقاسموا معنا هاد الارقام هاد التقارير الداخليه. إذا كانوا داروا دراسات بطبيعة الحال عن طريق مكاتب دراسات حتى هما يحاولوا يتقاسموها معنا. إذا هادو هما الأساس في هادشي هذا. إذا هادو أولا على مستوى ديال الإحصائيات الوطنية. النقطة المحور الثاني مرتبط ب بالمقترحات ديالهم هما أولا كاينة مؤشرات مثلا كنقبض مثلا قطاع الفلاحة، قطاع الفلاحة عنده واحد عدد من المؤشرات لكي يواكبوا بها الفلاحة القطاع ديالهم. إذا هذيك المؤشرات الأساسية يقولوا لنا ها هي ومن الأحسن ما تكونش على مستوى الجهة فقط بل نزل حتى الأقاليم لأن التشخيص هو تشخيص مجالي وخصنا نعرفوا كل إقليم وكل عمالة شنو هي الوضع فيها باش يمكننا نقدموا حلول على المستوى ديالها. إذا يعطيونا هذه المؤشرات من السنة 2004 حتى 2018 عاش لغاية 2004 لأن كما جاء على لسان السيدة المديرة العامة هذه الجهة وقع فيها تحول كبير في السنوات الأخيرة. إذا خدينا غير هذه العشر سنوات من 2004 دابا نحاول نشوفوا شنو هو التحول اللي وقع وخصوصا على مستوى ديال السنوات الأخيرة هذا من 2014 حتى 2018 الجهة ديال طنجة حدث واحد العدد من المشاريع أكيد عندها غادي يكون عندها البعود ديالها. إذا نحاول ندخلوها في الإحصائيات ديالنا. كذلك اللي مطلوب باش يكون لان هاد الاستماره غادي تواكبكم غادي تواكب العمل ديالكم معنا على مختلف المراحل ماشي فقط المرحله التشخيص. كنقترحوا هنا حتى المجتمع المدني كذلك مطالب باش يشارك يساهم في هادشي شنو هما يعني الامكانيات الكامنه او النائمه اللي كاينه في الجهه واللي خصنا نخرجوها اللي خصنا نستغلوها لان انا سمعت دابا في التدخلات كاين واحد العدد من الامكانيات النائمه لي زوبورتونيتي دو موند. هذه الامكانيات النائمه اللي كاينه واحد عدد من الاقاليم وكاينه مستغله شي اسباب متعدده اما ان الدوله ما تهتمش بها ما تعتبرهاش مهمه عندها واحد كاينه امكانيه سياحيه او كاينه نعطي المياه المعدنيه راه كاينه المياه المعدنيه كثيره يا ريت يمكن دير معامل كاين ليمين انا حتى انا الجهه ما فيهاش ليمين بزاف واش شنو هو المشكل؟ ما يمكنش هذه المنطقه ما تكونش فيها المناجم. اذا كاينه والناس ديال المنطقه اللي غادي يعرفوا هذا الشيء هذا اما امكانيات نائمه فلاحيه طبيعيه سياحيه اللي يمكن لها تستغل في الفتره المقبله. اذا هنا كنعطيو هذا الباب باش اسمه باش يمكننا نحصروها بطبيعه الحال نهضروا على المنطقه الى اخره. ثم القيود شنو هي القيود اللي كتحيل دو استغلال هذه الفرص اللي كاينه بطبيعه الحال راه المشكل ديالنا هو مشكل القيود لان القيود هي اللي غادي نلقاو لها الحلول. القيود هي اللي مكبلانا ما خلاناش نتقدموا. شنو مختلف القيود اللي اما ديك الامكانيات ما نخليهاش تطور بواحد ما خليناش نستغلوها او ما كاينش استغلال كامل ديالها كاين استغلال فقط جزئي. شنو هو القيود؟ هنا بطبيعه الحال بقينا قيود بعض المرات اداريه سنهضروا عليها. كل مختلف القيود اللي مطروحه اللي ما كتخليش الامكانيات تستغل بشكل كامل وبشكل واسع يستفيد الجميع منها. اذا هذا هو السؤال اللي مطروح على هذا المستوى هذه. ثم على مستوى المحور الثالث كنقدم واحد الجدول اللي فيه شنو هي طبيعي الحال باش نهضروا على الامكانيات والقيود نهضروا على شنو هما الاجراءات شنو هي الاجراءات العمليه او مشاريع من اجل تحرير هذه الامكانيات هذه من اجل تحرير الامكانيات النائمه او المستغله جزئيا. سامبليات هنا ماشي كونترينت وانما هنا ذاك سميتو سي لي ميزور ذاك الانتيكنال ديال الصحه والانتيكنال. اذا هذا الجدول كيعطينا هذه المساله هذه وتنتمنى تكون على مختلف الاقاليم والعمالات ماشي فقط غير الجهه اللي عنده على مستوى الجهه يعطينا مستوى الجهه ولكن الا كنا دقيقين غادي يكون الامر تمرين احسن. ثم اخيرا
إذا كانت مقترحات بشكل عام هنا، يعني المقترحات اللي هنا بشكل عام أو يعني التدخلات اللي يمكن لها تكون بشكل عام على مستوى الجهات، إما لتنميتها أو لتحسين أو لتحسينها وجعل الإنسان كما سمعت التدخلات جعل الإنسان مشاريع المنجزة خلال 10 سنوات الأخيرة على مستوى كل قطاع، لأنه كان لاحظوا بأن كاين واحد عدد من المشاريع وقليل كيعرف دارت قطاع الفلاحة دارت واحد المجهود كبير، ولكن ما كيعرفوش قطاعات أخرى أو قطاع الصحة دار واحد المجهود كبير، واحد دار نجز واحد عدد من المشاريع ولكن قطاعات أخرى، لأن هذه الوثيقة غتخلق الالتقائية ما بين القطاعات. هذا هو الهدف من هذه الوثيقة، هو خلق الالتقائية وتكون واحد المعرفة مشتركة في ال إذا وباش من تنكتب الدراسات ما يقترحش، لأن الفترة إذا غادي تجي من بعد هو اقتراح ديال المشاريع، ما نقترحوش مشاريع اللي هي إما الدرس أو في طور الإنجاز. إذا هنا غادي يتم إعطائنا كل المشاريع اللي تم إنجازها في 10 سنوات الأخيرة، ثم للمشاريع اللي قيد الإنجاز من طرف كل قطاع، ثم المشاريع المبرمجة خلال 10 سنوات القادمة. وهذه مهمة، أنا كان عارف أن عدد من الوزارات عندها دائرة برمجة ديالها، قطاع التربية الوطنية، قطاع التكوين المهني، قطاع الفلاحة، كلهم عندهم برمجات ديال 10 سنوات. قطاع المياه الماء عندهم برمجة عشرية، قطاع الأشغال العمومية أو التجهيز. إذا هادو خصهم يمدونا كل المشاريع المبرمجة والأماكن ديالها، ولكن حتى دي فيش تكنيك على هذه المشاريع هادو، يعني البودجي الفينونسمون في لا لوكاليتي، ولا كان حتى شي دراسة ديال يونيتود فيزابيليتي ديال هاد البروجي هذا ما فيها بس عطانا باش يمكننا نشتغلوا بها. هنا كذلك في الجدول الأخير خارج هاد المشاريع هذه كلها، يعني المبرمجة رسميا، واش كاينة مشاريع مقترحة، يعني ماشي مبرمجة رسميا، لأن المشاريع المبرمجة راه كاينة عند الدولة وحطها وعطيها التاريخ ديالها فوقاش غادي ديرها. هادو هاد الجدول شي مشاريع اللي ما تمش البرمجة ديالها، ولكن عارفين بأن مهمة لواحد الساكنة ديال واحد المنطقة معينة، نتمنى يتم الاقتراح ديالها. إذا هذا هو الاستمارة اللي مطلوب من كل الإخوان المشاركين معنا، إدارات خصوصا مختلف الإدارات، لأن هذا العمل بالتقائية يعني المساهمة ديال الإدارات مختلف الإدارات مهم في النجاح ديالو. حتى القطاع الخاص أنا كنظن هذه فرصة باش اللي عنده شي فرصة بالجانب ديال المقترحات والإمكانيات النائمة يمكن لها تستغل في الفترة المقبلة، حتى هي ممكن كذلك المساهمة فيها. وكذلك هناك دور للمجتمع المدني هذه العملية هذه، لأنه خصو يلقى نفسه في المستقبل ديال هذه الجهة، وإذا باش ما يجيش غدا